هذا يقول: كنت أطوف بالبيت اليوم، وعند نزول المطر لاحظت أن، فهل الطواف أثناء المطر مستحب؟ وماذا علي لو قطعت الطواف؟ إذا كان المطر يضرك لأنه يؤذيك بالرطوبة تسرب الماء، فلا مانع أنك تجلس في مكان لا ينزل عليك مطر، فإذا وقف توقف المطر تعود وتكمل الطواف، بشرط أن تبقى على طهارتك، تبقى طاهرا. أما إذا كان المطر خفيفا ولا تتضرر منه فأكمل الطواف. نعم.